هو بالنسبه للاصابه اش غادي نقول لك، يعني كانت جات فواحد اللقيته صعيبه شويه، يعني ما كنتش كنتوقعها، جاتني في وقت صعيب، ويعني ودرت طلبات مني مجهود انني بزاف، انني يعني كانت هي المده ديالها غتستغرق مده يعني طويله، ورغم ذلك انني زعما يعني اجتهدت مع الطاقم الطبي، وتنشكر الطاقم الطبي انه حتى هو عاوني بزاف، ولا ستاف تكنيك الحمد لله خدمت، ويعني يعني تعاونت معهم وتعاونوا معايا باش نرجع يعني في اقرب وقت الحمد لله. تاثر هذا الحمد لله على كل حال.